اليوم عندنا مظلومة من نوع تاني، مظلومة غير تويوتا هاي لوكس. مو هذه اللي جماعة توب جير حرقوها وغرقوها ورموها من فوق العمارة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، بعد حلقة خلط ديزل مع شوية بنزين بالسيارة الكامري على أنه يوفر وعلى أنه كويس، طبعا ده الكلام كله طلع كلام فاضل. اللي يحب يشوف الحلقة حط لكم هنا فوق في الرابط. بعد هذه الحلقة وصلتني كثير من التعليقات من أصحاب سيارات الديزل يقولوا إيش يصير لو كان العكس، إيش يصير لو حطينا شوية بنزين مع ديزل، لأنه وضعهم لهذا الأمر حسب كلامهم انه هذا مفيد في تنظيف البخاخات وتنظيف طرمبة الديزل. طبعا مظلومة محركها بنزين، فاضطريت اني ادور على مظلومة تانية تكون ديزل نطبق فيها هذا الكلام ونشرح فيه ونشوف النتائج، ولقينا هذه السيارة تويوتا هايلوكس ديزل 2005 محرك 2L. الله اعلم كم ماشية، فالعداد خرب قبل كم سنة مع صاحبها بعد ما مشيت 256 الف كيلومتر. اللي معاه تختار اي طريق، ما توقف التحديات وقوته تهبى الطرق. زيوت تويوتا ديزل، قوة حرك الصعاب. إضافة بنزين للسيارة ديزل ممكن يكون متعمد من صاحب السيارة زي ما شفنا من التعليقات، وممكن يكون بشكل غير مقصود، تدي السيارة الديزل لزميل لك عشان يقضي فيها مشوار، ولأنه محترم يقول خليني أعبيها فل، فيروح المحطة ويعبيها فل بنزين ويجيب العيد. طبعا اللخبطة هذه تصير في أمريكا وأوروبا أكثر من عندنا هنا في السعودية، لأنه أماكن تعبئة الديزل منفصلة عن أماكن تعبئة البنزين. أما في أمريكا وأوروبا كل مضخة فيها أكثر من نوع وقود، لكن سواء كان الأمر متعمد أو غير مقصود فالضرر أو الفائدة بيكون واحد. خلينا نبدأ بالتجربة ونشوف إيش اللي ممكن يصير ونحلل بعدها الأمر. زي ما انتم شايفين الديزل فيه على الامتي، فضينا التانكي فحنعبيه الآن شوية بنزين. بعدها عبيت 5 لترات بنزين فوق حوالي 20 لتر ديزل. أكيد المحرك حيشتغل بشكل جيد في البدايات إلين ما السيارة الديزل يوصل من تانك البنزين إلى السيارة، فخلينا نجرب ونشوف. بسم الله، شوف قديش تمشينا وإيش مفاجآت حيصير معنا. حلفلف بشوارع داخلية، ما حطلع الخط السريع بحيث أنه لو صار أي شيء أقدر أجنب على جنب غير ما أضر أي أحد. ما أتصور أصلاً حيصير أي شيء يعطل، لكن خلينا نشوف. يا أخي وحشني الجير العادي والله. أيوة طيب، صرنا ماشيين الآن يمكن حوالي 6 كيلومتر، ما صار أي شيء في السيارة، ماني حاسس أي شيء غريب. شوية صرقة على خفيف أو صوت الصبابات أو في العراق تسموه أدفانس، صوت خفيف جدا لكن مو ذاك الكبير، لكن ماني حاسس بأي شيء غير طبيعي. حبي كمان بنزين حوالي 7 لتر كمان ونشوف ايش يصير. طبعا اللي ملاحظه انه اكيد عزم السيارة اختلف، واضح تماما انه عزم السيارة اختلف. لما كان فيها بس ديزل كنت اوصل لي بالرابع، كنت اوصل لي 3000 RPM، ما اعرف السرعة كم لانه العداد عطلان، لكن الان لما حطيت كمية اكبر من ديزل، يعني عندنا 5 لترات وهنا 7 لترات او 7 لترات ونص، يعني يقول حوالي 7-8 لتر مع تقريبا حوالي 15 لتر ديزل، نص الكمية تبع الديزل، الار بي ام ما عاد جمل معايا، ما عاد وصل لفوق، فعزم السيارة لا شك انه اسوأ. صار لي ماشي حوالي 5 كيلو، السيارة مرة عزمها صار سيء، صارت تتنتع على 2500-2600 ار بي ام، الان 2500 اهو بدأت تنتع، بس لسه ماشية. تتذكروا لما تكلمنا عن الفلاشينج بوينت بحلقة محركات الديزل؟ في حاجة اسمها فلاشينج بوينت أو نقطة الإشعال، وهي درجة حرارة سائل الوقود اللي عنده يطلع وميض احتراق. هذا الأمر مثلا يصير في البنزين عند ناقص
43 تحت الصفر، بينما في الديزل ويعتمد على نظافة الديزل يكون ما بين 52 و 96 درجة مئوية. باختصار البنزين يولع بسرعة هائلة والديزل ياخذ مرة وقت طويل وصعب انه يشتعل. لو حطينا بنزين في محرك ديزل البنزين راح يولع داخل السلندر قبل ما الديزل يولع، وهذا حيسبب صرقعة وطقطقة وادفانس، وهذا امر ترى غير جيد نهائيا. هذا يسبب ضعف في العزم لأنه الاحتراق بيصير في غير وقته وبيعمل على لخبطة داخل المحرك. طب إيش يصير لو زودنا كمية البنزين مع الديزل؟ رح أعبي حوالي 7 لترات من محطة البنزين كمان. رجعنا عبينا الآن 15 لتر ما بين السيارة، حطيت 7 في السيارة و7 في الخزان. حنمشي ب7 ونشوف إيش الوضع. الله بطلت تشتغل يا فرحتي. بطلت تشتغل. ننتعها. بسم الله. ابدا بطلت تشتغل وعطلت السياره. ما خرجنا من المحطه، طفيناها وما خرجنا من المحطه. لا تحط بنزين مع الديزل ولا ديزل مع البنزين، كل سيارة حسب ما هي محتاجة. اللي صار بالمحرك غالب الظن انه الاحتراق والصرقعة من وجود البنزين مع الديزل رفعوا درجة حرارة المحرك وتحديدا غرفة الاحتراق، بالتالي تمدد الشمبر وتمدد البستن بشكل غير طبيعي وصار المحرك صعب انه يلف لدرجة انه حتى نتع السيارة ما قدر يشغلها. بعد حوالي ساعة وبعد ما بردت السيارة وبعد ما ضفنا حوالي 20 لتر ديزل رجعت واشتغلت. اشتغلت. أمر تاني ضروري تعرفه من مساوئ إضافة البنزين إلى الديزل: البنزين مادة جافة وما فيها مواد مزيتة زي الديزل. عدم وجود خاصية التزييت هذه يعني تأثر القطع الداخلية لطرمبة الديزل وإبر البخاخات وتجريحها وخرابها على المدى البعيد. فلو كنت بتعبي في كل تانك شوية بنزين فأنت بتحكم على الطرمبة والبخاخات بالخراب. هذا بالسيارات اللي عليها نظام البخاخات القديم أو البومب لاين نازل، واللي ممكن تتحمل أكثر من السيارات الحديثة. أما السيارات الحديثة Common Rail واللي فيها كمبيوترات وحساسات وبخاخات إلكترونية ودبة تلوث وفلاتر، لازم بهذه السيارات تغير فلتر الديزل أكيد، والأفضل تغير الطرمبة الإلكترونية أيضا. شخصيا ما أتوقع يصير فيها خلل مباشر، لكن مع الوقت والتكرار أكيد بيصير. لا ننسى أنه حيكون في تآكل واحتكاك المعادن بسبب البنزين الجاف داخل طرمبة الديزل اللي حيأثر على خروج برادة معادن منها. هذه الشوائب حتروح للمواسير وحتخرب البخاخات وتسدها. وزي ما بقول دائما، لو حصل انك خلط نوع وقود مع اخر، روح عند اي فني فضي تانك البنزين نظفه، والافضل تنظف البخاخات، بعد كده توكل على الله. المهم لا تكرر الموضوع. بكده خلصت. اللي يحب اني اجرب اي شيء مختلف يعطيني سيارته وانا بكل سرور اوعدكم اني اجرب فيها. شوف كل نفر اسوي لايك وشير وكمان لازم. ولا تنسى دائما تسوي شيء طيب في حفظ الله وأمانه. زيوت تويوتا ديزل، قوة حرك الصعاب.